كان الثعلب ثعلب وأبو يمشي قرب بيت السيك كوكو، وكان ثعلب ينتظر خروج السيك ليأكل. وجد ثعلب ورقة تحت الشجر، فتح ثعلب الورقة وأخذ يقرأ ما فيها. قرأ ثعلب: إذا أردت الوصول إلى كنز الثعالب فعليك أن تقوم بعدة أمور. أولا، اركض حول الغابة. ثانيا، اسبح عبر النهر. ثالثا، اصعد الجبل. رابعا، ادخل الكهف وهناك تجد الكنز. فرح ثعلب لأنه سيصبح غنيا، قرر أن ينفذ ما في الورق ليأخذ الكنز. ركض ثعلب حول الغابة، سبح ثعلب عبر النهر، صعد ثعلب الجبل وأخذ يقفز من صخرة إلى صخرة. وصل ثعلب أخيرا إلى الكهف ومضى إلى داخل الكهف، وفجأة أغلق الباب الحديدي للكهف. نظر ثعلب إلى خارج الكهف فرأى الديك كوكو والكلب يضحكان كثيرا. عرف ثعلب أن الديك خدعه وهو الذي وضع الورقة ليضحك عليه ويعلمه درسا لن ينساه. بكى ثعلب كثيرا ثم قال: لقد خدعت لأنني تعودت أن أخدع الآخرين. السلام عليكم يا معلمة.